هنا في بداية حلقتنا هيكون فقرتنا الرئيسية لهذا اليوم حوار تفصيلي عن فن رائع الحقيقة، هو فن تحريك العرس. يمكن النهاردة أنا بيتواجد معايا في هذه الفقرة فنانة بمسرح القاهرة للعرائس، عملت دراسات عليا ودبلومة في إخراج مسرح الطفل بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون. قامت بإخراج العديد من المشاريع في المعهد مثل علي بابا، صياد الحمام، الأمير شهربان، مغامرات فلافيلو. شاركت في العديد من الأعمال بالمسرح مهرجانات دولية بفن العرائس، من أشهر الأعمال اللي شاركت فيها الليلة الكبيرة، فركش لما يكش، رحلة سنوحي، أبو علي، نجوم من خشب، نور القمر فرحان، سندريلا، نميرة والقطة الصغيرة. يعني مجموعة كبيرة جدا من الأعمال تعلمت فن العرائس على يد الرعيل الأول أو الجيل الأول العرائس في مصر، أستاذ طبعا صلاح السقا ووالدها الفنان المخرج الأستاذ محمد شاكر. أنا بيسعدني يكون موجود معايا الأستاذة نهاد شاكر فنانة العرائس. أهلا بك معنا، نورم شرفنا ومصبح عليك. سي جدا صباح. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني أستاذة نهاد، خلينا على طول نروح لفن مختلف ومميز طبعا. يعني الكثيرون مرتبطون الحقيقة بهذا الفن، وهو فن لا يخاطب يعني فئة عمرية بعينها، يعني هو ليس قاصرا الحقيقة على الأطفال، ولكنه صحيح. فن يشمل كل الفئات العمرية. خليني أعرف حضرتك ليه اخترتي هذا المجال في البداية؟ والله هو الاختيار جه نتيجة ان انا متربية في المسرح، ان والدي من الجيل الاول، هو والدتي كانوا فنانين في المسرح، والدي المخرج محمد شاكر، والدتي الفنانة فوزية عبد اللطيف، هما الجيل الاول اللي هو اشتغل الليلة الكبيرة وحوار شايب الدين، فانا طلعت في المجال دوت واتربيت فيه. فمن وانا صغيره شايفه العرايس بتتحرك وفي فضول، في البيت بقى مش في المسرح بس، يعني لا في البيت وفي المسرح في كل حته بقى، ففي فضول جدا ان انا عايزه احرك زيهم، عايزه اشتغل زيهم. فبدات من وانا صغيره، من تقريبا 5 سنين 6 سنين بدات امسك معاهم حاجات كده، ايه يعني امسكي اشغل حاجات صغيره. كان منهم اول عروسه امسكها في حياتي البنت الصغيره اللي بتوه في الليله الكبيره. فانا فاكره دي كنت يعني على الانشائي بتاع المسرح الماريونيت، وكنت انا قصيره يعني يا دوبك جايبه البار كده. فبدات بقى من هنا بقى بشتغل معاهم، بشارك في كل العروض من وانا صغيره لحد ما كبرت، دخلت بقى الجامعه واتخرجت، طلبوا مدرسه لفن العرايس في المسرح، كان في 2005 تمام. فاتقدمت بقى فيها بشكل رسمي، كنا فرقه العرايس اخر يعني اخر فرقه الجيل اللي هو مشارك حاليا في المسرح. قرار كان قرارك لوحدك ولا كان في تشجيع من والدك والدتك انك تقتحمي هذا المجال؟ يعني لا كان في تشجيع، حب يعني بحت كده حبيتي المجال لانه انت عايشه في وسطه، ولا كان هم اللي بيشجعوكي؟ لا كان في تشجيع طبعا منهم، لانهم شايفين ان انا حابه المجال جدا و شايفين في موهبه بالظبط كده ممكن يستفاد بيها بالظبط. فهم اللي هو كان في تشجيع جدا ان انا اكمل، وخصوصا بقى الوالد يعني ان انا اكمل المسيره بتاعته. ف بالظبط، وحاسس انك انت امتداد لي يعني. بالظبط كده، هو هينقلك الكثير بقى من الخبرات يعني وانا حدوته مش بس وجود الموهبه او التالنت عندك، لا ده انت كمان عندك اللي ينقلك خبرات كامله، فممكن تتقدمي بخطوات سريعه جدا في المجال. بالظبط. لا انا يعني الحمد لله ان انا بقول ان انا محظوظه عن بقيه جيلي، لان انا اتربيت في وسط اللي هو الرعيل الاول، الجيل الاول لفن العرايس، فشربت منهم كتير. فمتاثره طبعا باعمالهم، متاثره بيهم، في تاثير جامد ليهم، سايبين بصمتهم معايا في الشغل، في طريقه الشغل، في تحريك العرايس الماريونيت، العرايس العصي الكفاز. فالحمد لله ان انا كنت محظوظه ان انا اتاثرت، وان انا شفت الجيل الاولاني ده وانهم ازاي بيشتغلوا وازاي بيحبوا العرايس وازاي يتعلموا من الخبراء، وانهم كانوا بينقلوا دوت للاجيال اللي بعديهم اللي هم اتعلموا من الخبراء الاجيال. طب خلينا نقول ان دي يعني مهنه الاباء والاجداد، وتنتقل الى الابناء
طب احنا عاوزين نعرف النهاو الحقيقة بتاع هذه العملية. يعني النهاردة الحدوتة ليها علاقة بالعرايس، تصنع من ايه الملابس، بيكون تركيبها ازاي، هل بيبقى فيه درافت خارجي بيتم التطبيق عليه ولا لا، عندكم ستوري بورد للحاجة اللي بتقدموها ولا لا، الكلام، الصوت، التحريك، يعني خلينا ناخد نهاو بتاع يعني الشغلانة بتتم ازاي بالظبط من اول ما بنبدأ الاستعداد لأي عرض. طبعا اول حاجة بيبقى الورق اللي هو النص نفسه، وطريقة مكتوب بطريقة تنفع عرائسية ولا لا، عشان دي بتفرق جدا، مش اي حد بيعرف يكتب لفن العرايس. أيوه. يعني كان طبعا الله يرحمه الاستاذ الكبير جدا صلاح جاهين، ويعني هو من مؤسسي فن العرايس من اول ما نشا المسرح في الكتابات بتاعته، فكان هو طبعا احنا اكتر حاجه عارفينها ليه الليله الكبيره. لا هو اول عمل اتعمل في المسرح كان الشاطر حسن، كان تاليف استاذ صلاح جاهين، فالكتابه هي اللي بتبدا من الاول، بنبدا في الكتابه، بنبدا نشوف العرض ده ينفع عرائسين ازاي نعمله كعرايس. بيبدا هنا بقى المخرج مع المصمم العرايس والديكور، ان هو بيشوف العرايس انهي نوع من العرايس، ماريونيت، عرايس عصي، ماسكات، بناء على الكتابه الموديانه في الموديه خيال المخرج فين. تمام. بعدين بيبدا مع المصمم بيشوف بقى هو نوع العرايس اللي هتستخدم في العرض ده ايه، طبيعه الملابس بالزبط اللي تناسب العرض لو ايه. يعني لو هنعمل مثلا عرض عرايس ماريونيت، بيبدا المصمم بيرسم الاسكيزات بتاعته، الكاركترات بتاعت كل شخصيه بالظبط كده، بيعمل ستوري بورد بتاعتها، وبعدين بيبدا الميكانيزم بتاعها، طبيعة الحركة لأن كل شخصية ليها كاركتر. يعني مثلا هناخد المثال الأكبر الليلة الكبيرة بالزبط طبعا عشان في شخصيات متعددة بالظبط، وشخصيات متعددة ومختلفة. يعني ميزة الليلة الكبيرة اللي عايز يتعلم عرايس مع الليلة الكبيرة، لأن كل شخصية ليها كاركتر مختلف. حتى نحتة الإيد لو حضرتك أخدت بالك في عروسة مثلا صلاح جاهين، العروسة عاملة للولد كده اللي هو فتح عينك، يعني لازم اللي هي بتدي له إشارة. كل عروسة ليها الميكانيزم بتاعها، ليها الشخصية بتاعتها، بيبدأ المصمم بيشتغل عليها، وبعدين بيشوف الملابس بتاعتها تبقى عاملة ازاي مع النحت اللي هو رسمه، يبدأوا في التلوين، الألوان ايه مناسبة مع الديكور، يبدأوا كل ده بيبقى في الاستعدادات الأولية لأي عرض. صحيح. وبعدين بنبدأ بقى يفرق معاكي إذا كان العرض ليه موسيقى ثابته زي موسيقى أو عمل كبير زي الليلة الكبيرة، وحضرتك بتنفذي بس الحركة مع هذه الموسيقى ومع هذه الأغاني أو مع هذا الأوبريت، أو إذا كنت حضرتك كمان هيبقى في دور للصوت الحقيقة أثناء العمل، بتاع الموضوع يفرق كتير جدا. ده شق تاني، يعني هو المخرج بيبقى عليه عبء إن هو بيبقى شغال في كل الاتجاهات، مع المصمم إن هو يبدأ يصمم يشوف الكاركترات دي على حسب ما هو شايف رؤيته دي مناسبة ليه ولا لأ، وبيشتغل في الشق التاني مع الإعداد الموسيقي والملحن والمخرج الإذاعي في إن مين اللي هيعمل الأداء الصوتي طبعا. لأن الأداء الصوتي بيفرق جدا جدا مع شكل العروسة، عنصر رئيسي لنجاح العمل بالظبط كده، مع شكل العروسة أو مع طبيعة الحركة طبعا جدا الحركة. بتفرق جدا معانا، لأن الصوت بيخليني أنا كمان كفنانة وفنانة عرايس إن أنا بحرك، وأنا بحرك العروسة بيخليني ان انا اشتغل، يعني الصوت ده بيخليني احاول ادي على قد ما اقدر. يعني في مثلا اصوات بتبقى عروسه شقيه، ايوه، تلاقي الصوت ممتع جدا انك انت عايز تطلع كل طاقتك والشقاوه في العروسه، عشان يعني ميكانيزم الحركه مع طبيعه العروسة بتاعها ده يخليكي انت نفسك ممكن يبقى فيه اداء مختلف صوتي. يعني الاداء الصوتي بيفرق جدا معايا في تحريك العروسه، تطلع افضل ما فيكي بالظبط كده فيا كفنانه وانا بحرك العرايس. التناغم ما بين يعني محرك العرايس وما بين مخرج العمل، يعني اعتقد ده امر مهم جدا، فكره التنسيق، التسنيك، انكم تسنكوا مع بعض بشكل كامل، ما فيش مجال ان حد يسبق حد بثانيه طبعا. هو طبعا
يعني هو القائم على العمل هو كشف عليه بشكل كامل. احنا بنقعد يبقى في جلسات عمل سابقه، يعني انا افهم العلاقه دي بتمشي ازاي. اولا المخرج بيبدا يعمل جلسات عمل بقى مع الفنانين، يعني هو شغال بيعمل جلسات عمل مع الملحن والمخرج الاذاعي علشان يعرف مين اللي هيأدي الاداء الصوتي ويشوفوا يوصلوا لافضل حاله في التسجيلات الصوتيه. بالنسبه بقى كفنانين العرايس طبعا المخرج والمؤلف بيقعدوا معاهم. طيب. بيبدا يشرح لهم كل شخصيه القصه عباره عن ايه، وكل شخصيه انا مثلا شايفه ان فلان هيحرك عروسه الاميره، فلان هيحرك الحارس، كل واحد ازاي هيدي الكاركتر عامل ازاي، وهو هيشتغل على الاداء بتاعه في العروسه ازاي. طب في هذه الجزئيه معلش، يعني انا لو عندي عمل كبير زي اوبريت الليله الكبيره يبقى في كام محرك عرائس داخل هذا العمل، وفكره التنسيق في الادوار في التوقيتات في الدخول والخروج ما بينهم وبين بعض ده بيتم ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك انا ببدا دلوقتي كفنانه لما بعرف العروسه اللي انا هبدا ان انا احركها او اشتغل عليها ببدا اتابع الميكانيزم بتاعها عشان ابقى عارفه الحركه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. يعني حدي لحضرتك مثال كان والدي دايما الله يرحمه يحكيه لي، كان في عرض حمار شهاب الدين اخراج الفنان الكبير ناجي شاكر، كانت الخبيره الرومانيه وهي بتدربهم على تحريك العرايس. أيوة. فكان في عروسة الولد اللي هو جاي يخطب ريحانة ووالدة ريحانة، فكانت دايما تقول له الولد دوت اللي هو عنده إعاقة شوية كده فلازم يمشي ليه حركة معينة، فكانت تقول له شرشيلة زلط اللي هو بالروماني، يعني اللي هو إيه كأنه بيدور على الزلط في الأرض، يبقى ماشي كده ليه انحناءه معينة، واشتغلوا عليها فعلا في الميكانيزم وكانت بتخليهم يمثلوها بنفسهم هم كفنانين، وبعدين علشان يبقى حاسس بالحركة يأديها بالعروسة وأبعاد الشخصية وكل حاجة كده. تمام. فدي حاجة بتبقى مهمة جدا ان انا لازم ابقى عارفة أبعاد الشخصية ايه علشان ابقى عارفة انا حدي هوصل بيها الفيلم. العدد ممكن يوصل لكام على المسرح محركين عرائس في اعمال كبيرة زي الليلة الكبيرة؟ 10 على الأقل. 10؟ يعني احنا دلوقتي بنبقى في حدود 10. طبعا هم اول ما بدأوا كان اكتر من كده، كان تقريبا 15، فبس يعني العدد دلوقتي بيبقى في حدود 10، والعدد بيختلف من عرض لعرض على حسب طبيعة العرض. بروفات تاخد وقت قد ايه قبل بداية العرض؟ يعني ممكن تقعد تشتغلوا بروفات قد ايه؟ يعني شهر تقريبا. شهر؟ يعني مثلا معرض الكتاب في فعاليات منها ما يخص مسرح العرائس بتختلف يعني لمعرض زي معرض كتاب، معرض عالمي ودولي وفعاليات قويه جدا الناس كلها بتحضر، 3.5 مليون زائر، وفود عربيه واجنبيه. الاستعداد ده بيبقى هو زي اي حدث اخر ولا ليه استعداد خاص؟ لا احنا الشهر اللي بقول لحضرتك لما بنبقى فيه استعداد لعرض جديد، يعني جديد. بيبقى على الاقل شهر، بنبقى من قبلها في تجهيزات بس بنبدا شبه يوميا، يبقى ايه لمده شهر، لكن عرض احنا مستمرين في عرضه على طول. مفيش مشكلة بالنسبة بيبقى مفيش مشكله بالنسبه لنا، زي الليله الكبيره احنا على طول بنشتغلها، فبيبقى مثلا بنجهز قبلها مثلا باسبوع ان احنا نظبط العرايس، نشوف لو في اي مشكله فيها بنبدا نشتغل بس على تظبيط العرايس، لكن احنا عشان معتادين ان احنا بنشتغلها على طول، فطبعا بنبقى على استعداد ان احنا بنشتغلها في اي وقت. حضراتكم كرو او فريق عمل ثابت بتتحركوا مع بعض ايا كان الحدث مش كده، ولا ممكن يختلف طاقم العمل من عمل لعمل؟ يعني انتوا مثلا عندكم ايفنت زي معرض الكتاب، انتوا مثلا 5 أو 6 أو 7، الفريق ده بيتحرك مع بعضه دائما من مكان للتاني من حدث للتاني، ولا ممكن حسب كل حدث حد يخرج حد يدخل؟ بيبقى على حسب كل حدث، يعني احنا بيبقى كل كرو في مكان، لان احنا دلوقتي حاليا مثلا احنا شغالين الليله الكبيره هنا في معرض الكتاب، مشاركين في المعرض من تقريبا من تاني يوم، وفي المسرح في العتبة في مسرح القرية العرايس احنا شغالين برضو عرض الليلة الكبيرة، يعني فاحنا في فريقين مختلفين في العرضين. ايه الفرق من وجهة نظري في تقديم هذا العرض داخل معرض دولي ومعرض كبير زي معرض كتاب، او ما بين اللي بتقدميه على المسرح بصورة دورية مثلا في مكان اخر؟ تفرق معاكي ولا انت في الحالتين بتأدي عملك وخلاص؟ لا انا في الحالتين بأدي عملي، لكن بتفرق معايا في المكان،
يعني احنا عارفين طبيعة جمهور المعرض بيبقى مستني الفعالية بتاعت الليلة الكبيرة انها تشارك كل سنة. طبعا كم سنة عملتي الليلة الكبيرة في المعرض؟ تقريبا احنا كل سنة مشاركين بالليلة الكبيرة في المعرض. يعني ده رقم كامل المرة دي مشاركتك انت؟ المعرض دي دورته 55 في حضرتك يعني. يعني ممكن تبقى العشرة مثلا انا مش متذكرة. لان انا بقالي كتير في المسرح. يعني عشر مرة تعمل الليلة ده على الاقل يعني. يعني انا وقتي خلص بس عاوز اسألك استقبال الجمهور بيكون لها ايه وبيبقى شعورك ايه والاطفال والكبار والكل بيتفاعل معك؟ لا طبعا بنبقى في شعور بالسعاده جدا لما بنلاقي الاطفال مبسوطين والكبار، وخصوصا لما بيبقوا عايزين يعرفوا مين بيحرك العروسه ديت وعايزين يتصوروا معاها، فدي بتبقى حاجه تسعدنا جدا. انا عارف مين بيحرك العروسه دي بحركه ازاي. يا فندم تنورنا دلوقتي. يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذه نهاد شاكر فنانه العرائس وفنانه مسرح القاهره العرائس، شكرا حضرتك نورتينا وشرفتينا. بنشكرك وبنصبح عليك. شكرا جزيلا. مشاهدينا لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب، وغدا فريق عمل جديد.